وضيفكم كابتن هاني العجيزي، واعذروني لو صوتي النهارده يعني تعبان شويه، ان انا كنت في المباراه امبارح وكان في تشجيع وكنا بنشجع امبارح في مباراه نهائي افريقيا. في البدايه طبعا بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي على البطوله التاسعه، البطوله الغاليه لكل جماهير النادي الاهلي. هنا في النادي الاهلي اجواء مختلفه، زي ما بيقولوا النادي الاهلي في فرح، النادي الاهلي في عيد. النهارده اعضاء النادي الاهلي موجودين بشكل كبير في احتفاليه خاصه من مجلس اداره النادي الاهلي للاعبي النادي الاهلي، اللعيبه الرجاله، اللعيبه اللي كان عندنا ثقه فيهم كبيره جدا في الله سبحانه وتعالى، ثم في لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني اللي بنقدم له كل التحيه. كل مجلس اداره النادي الاهلي موجود النهارده باكمله برئاسه الكابتن محمود الخطيب من بدري. كل اعضاء النادي الاهلي موجودين النهارده في النادي بشكل كبير جدا. لاعبي النادي الاهلي النهارده خاضوا تمرين ودلوقتي جايين على المبنى الاجتماعي، زي ما بيقولوا كده في زفه بلدي، في احتفاليه كبيره لكل لاعبي النادي الاهلي من غرفه الملابس او من ملعب مختار التتش لهنا في المبنى الاجتماعي اللي احنا موجودين فيه، اللي موجود فيه كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ احمد، ساره، كابتن هاني العجيزي، بنبارك لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي هو السند الحقيقي فعلا لفريقه، بالرغم ان جمهور النادي الاهلي ما كانش موجود في المدرجات، لكن دايما جمهور النادي الاهلي مع فريقه على السوشيال ميديا، دايما داعم، دايما مساند، دايما موجود في الوقت المناسب مساند لفريقه. الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. والنهارده حابب اقول كل اسماء اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي بنقدم لهم كل التحيه، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الاستاذ عمرو فاروق نائب الرئيس، استاذ خالد درندالي امين الصندوق، استاذ خالد مرتجي عضو مجلس اداره، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، طارق انديل، استاذ رانيا علواني، جوهر نبيل، محمد الضماطي، واللي تحت السن طبعا مهند مجدي، استاذ محمد جارح، الدكتور محمد سراج. تحيه واجبه لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. يعني لو الكاميرا راحت شويه كده لاعبي النادي الاهلي كلهم، يا ريت يعني زميلنا يحيى ينقل الصوره دلوقتي، زي ما احنا شايفين كابتن رامي ربيعه، كابتن سعد سمير، وكريم ندفر اللي الحمد لله على السلامه، ياسر ابراهيم، واحد يعني من ابطال النادي الاهلي. كل لاعبي النادي الاهلي النهارده في احتفاليه خاصه، ومروان محسن، مروان محسن هداف، محمود كهربا، انتوا دول، هم دول ابطال افريقيا. ده الهتاف دلوقتي اللي من كل اعضاء النادي الاهلي ومجلس الاداره وكل المتواجدين هنا، دول ابطال افريقيا اللي دايما بنفتخر بيهم، وكان عندنا ثقه فيهم كبيره من اول مشوار البطوله.